اللي بيحصل في السوق العالمي ممكن سريع أو متغيراته سريعة، والإجراءات اللي بتقوم بيها الاقتصادات والدول والبنوك المركزية هي كمان لها تأثير كبير على مرونة الاقتصاد ومعدلات النمو الاقتصادي. أستاذ محمد عبد العال خبير المصرفي، متغيرات المشهد الاقتصادي العالمي أو مشهد الاقتصاد العالمي كثيرة متلاحقة سريعة، في منها المتغيرات الحادة ومتغيرات يمكن أقل حدة. حضرتك شايف إزاي المشهد الاقتصادي بعد 3 سنوات من جائحة كورونا، بعد سنة أو سنتين من السنة الثانية للأزمة الروسية الأوكرانية؟ الحقيقة لما نقارن الفترة اللي بعد جائحة كورونا للفترة اللي بعد الأزمة الروسية الأوكرانية والغزو الروسي لأوكرانيا، هنلاقي اختلاف بين. لما بدأت كورونا فكان الاقتصاديات الغربية كلها والاقتصادات المتقدمة حتى الدول الناشئة واللي إمكانياتها محدودة كان علاجها لحل الأزمة دي حزم كبيرة جدا من الأموال الرخيصة تدفعها في السوق. باختصار شديد تيسير يعني سياسة تيسير نقدية بالإضافة إلى ضخ سيولي في شكل حزم مختلف، إما دعم أو إعانات بطالة أو قروض ميسرة بنسميها أموال رخيصة. في تصوري أن أحد أهم أسباب وضع بذور التضخم اللي احنا عايشين فيه حالياً على العالم كانت نبتته أو بدايته من الحتة دي، بس كان ممكن جداً السيطرة عليه بأبسط الأدوات النادية أن أنا هرفع الفايدة شوية شهر 2-3-4 همتص مع شوية سياسات مالية همتص وارجع ريما لعادتها القديمة، ولكن العالم كله فوجئ بالحرب الروسية الأوكرانية واللي ترتب عليها عملية إغلاق أشد وخطوط وارتفاع هائل في أسعار الطاقة والحبوب ووقف سلاسل الإمداد، كل حاجة ارتفعت، وبالتالي كمان بدأت عمليات مقاطعة من كل جوانب الدول زادت كمان من ارتفاعات الأسعار، وحدة التضخم ارتفعت بشكل متوالي وسريع. فكان لابد من أن يبقى الهدف الرئيسي لكل البنوك المركزية في العالم يتساوى فيها الدول المتقدمة في أمريكا أو أوروبا أو أمريكا الاتنية حتى في الصين في الشرق الأوسط في كل دول العالم، هو استهداف التضخم والسيطرة على التضخم.